عنا. جاي عنه لأبو حجوم. الله يا صفوانه. اطلعنا برا. اطلعنا برا يا كلب يا واطي. ما زالك عم تحكي عن وضح انه خاين بيستاهل الاعدام. شلون فايت على بيته ها؟ شلون فايت؟ شو؟ وضح خاين ولا؟ لا عمي لا انا ما حكيت هيك شي بنو. بلا انت حكيت هيك. يا كلب يا واطي. لو عم تضربني ولك بضربك ومن شهر رافتك بحسب الله ما خلاك دبني ما بحسبه يا حبيبي سريع يا حبيبي يا حبيبي شكلك اللي يضربوني لا حبيبي ما فيك يا سريع يا حبيبي سيبه ما عاد حدا استحى بعت لي حمايتك وحيله إلهي ما هي وفاك يا رب الشغال وجعك شي لا 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 عمي ابو وضاح هذا فردك يحرم علي احمله اذا ما قوصته لهالواطي لا عمي لا اتركه اتركه عمي ابو وضاح اذا بدك رويدة تضل عندكم خليها عندكم والقبضاي يفتح تمه بكلمه واحده لا عمي لا خليها تروح قوم تظهرني قوم يلا يا كريم يا رب الله لا يوفقه الهي الله لا يوفقك يا صفوان يهدوا حيلك الهي والله لا طرد قدي من دماغه والله عم يجعك شي؟ لا لا على مهلك على مهلك على مهلك اقعدي 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 بي على انتي اقعدي بي على انتي انتي ضل عندكم اليوم؟ لا يا عمتي روح نام ببيتكم بلكي الويدة بتتونس فيه رجدي مور عمي ابو الضاح ما بدي جنس مخلوق يعرف باللي صار بتمر عمي وهذا الواطي لا تعلق معه عمي لا تعلق معه بتمر عمي امشي 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 صار عرضك بقلب بيتك لك هلك ابن عمي لك البني آدم أهم شي بحياته الأرض بدك تظهري عمك أبو وضاح وعمتك أبو وضاح حرقوا لي قلبي حرق شو بدك بالحكي يا أخي سيدي دخيلك بكرة بتعودوا بينسوها لك صحي سيدي سألك شلون إجا من قلبك تدفشوا هديك الدفشة لعمك أبو وضاح علي الحلال نكدت له كرشه نكد إيه مو بس بدي يدفشوا وبدي أدفش اللي خلفوه كمان لكن أنا لخ أنا بدي أجمع لي يضربني أب محجوب علي رجلي اسمع صفوان أفندي أول باشتان أنا من هون وراي صار اسمي أب عشاج تاني باشتان أنت من هون وراي عدوي الوحيد بالحارة تالت باشتان إذا بتقلي سلام عليكم رح طقفشك بنص راسك سامع شو عم قلك؟ لك رجلي الله يسامحك يا أبا جاج الله يسامحك هلا هيك الواحد بيحكي مع ابن عمو لا مشان مين مشان نمر الخشاب نمر الخشاب بيكون جوز عمتك وكبير الحارة ومختارها إيه لأنه جوز عمتي ولأنه كبير الحارة ومختارها ما لازم جنس مخلوق يضرب اللي صار هاي الأمور بتنحل بقلب العيلة ما حدا بدرى فيها شو صفوان أفندي خايف ليدرى العقيد أبو فهد بالقصة ويحاسبك عليها إيه لا مو لا مو قصة خوف بس يعني أنا قصدي أصلاً عمي أبو وضاح نبه علي مبارح إني ما جيب سيرة لجنس مخلوق بالله عن جد عم تحكي إيه الحق بإيده حق بإيده يعني مو حلوة بحقه مو لأنه مو حلوة بحقه لا لأنه عمي أبو وضاح ما بده العقيد أبو فهد يضرب القصة ويحاسبك عليها وإنت بتعرف العقيد أبو فهد قديش بيعزه لعمي أبو وضاح وللمرحوم وضاح يعني إذا دري بالقصة رح يصير شي ما بيعجبك بنوب لك أخي شو جاب سيرة العقيد هلا؟ يا ابن عمي يا أبو عشاش مثل ما قلت لك هذا العقيد بيضل غريب وهيك حكاية ما بيصير تطلع لبرا بنوب مزبوط أخي مزبوط اللي عم يحكي صفوان مزبوط عم يحكي مزبوط إيه والله واللي اسمه الله لو ما عمي أبو وضاح وقف الطريق مبارح لكنت قوستك وعديت الله ما خلقك الله يسامحك يا على كل حال أنا اللي عندي قلته ويا ويلك ويا سواد ليلك إذا بتحكي معي من هون ورايح
لك رجلي. لوين ما كان؟ شو بدي اقعد اسوي بالحاره؟ صير مسخره على الكبير والصغير؟ فشلوا! انت كبير الحاره وراح تضلك كبير الحاره، وما حدا بيقدر يعلم عليك. كبير الحاره؟ هذا ايام زمان، ايام ابو ادهم وابو عبده والطاح الله يرحمه. وهلا هلا وبكره وبعدين انت الكبير وراح تضلك كبير. عمتي موضح فوت، عمتي فوت. موضح لا تحكي شيء قدام رجلي. حاضر. خير هالطرفون خير، قرب عالطرفون، قليل أصل وجبان هالطرفون. استعدي بالرحمن يا رجال، قوم روح اقعد بمضافته. ليك كبارية الحارة كلياتهم قاعدين هنيك تتونس معهم. موضح هي تالت جمعة بتمر ورويدة ما بينت. لا يكن لك فكرة بنوم، إيش كان بدك هلا بروح بجيبها؟ لا 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 تروحي، ما بدنا نعمل لها مشاكل مع أخوها. يا مشاكل شو؟ ما هو يتكفل قدام المختار أبو قاسم إنه صار يبعتها كل جمعة نهار. مختار؟ صفوان عم بيمشي مثل ما بده. الله لا يوفقك يا صفوان. طب شو رأيك؟ جاي على بالي روح لعند أبوه وأحكي له كل شيء. أبوه؟ أبوه ليش بيمون على حاله لحتى يمون على ابنه؟ خير هالطرفون خير، قرب عالطرفون. ولك هذا ابن الكلب هاد ترك الدنيا ورجع بباب بيتنا. قلت لك من هيك المرة خليني اطلع على عينه تقلع عينه، ما خليتني. قرب عالطرفون. لأنه بيقصد وضاح ما هيك؟ قرب عالطرفون. شلون يعني؟ بدي أقوم أمسح الرقبة تبعه. قولي على عمتي الله يجبرك اقعد. انت حسنان تسند حالك انت؟ ايش كانك اصلا؟ الله ينتقم منه، الله يصطفل فيه. استهدي بالرحمه يا رجال، استهدي بالرحمه. يا الله يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يلا قول بسم الله يا كريم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قديش بقيان العيد؟ والله ما بعرف عمي، بقيان 3 ايام اذا طلع رمضان 30 يوم، ويومين اذا طلع 29 يوم. ايوه. ايه خير الطرفون، خير يا طرفون خير. مين الخير ولا الطرخون؟ مختار الطرخون، حط لك كم جزله ترى طرخونات على كيفك. ها صفوان اللي علمك تقول هيك؟ لا انا عم بيع لحالي وعم نادي مثل ما كل هالبياعين بيبيعوا وبينادوا. ليش فيها شيء هي؟ شبه صفوان لك عمي، شبه صفوان. تالي هي الحاره ملكك وهبنا اياها، فهمت؟ ليش مختار ليش؟ هيك هيك فهمت؟ شو كان عم يحكيك عني؟ عم يقول لي انه صفوان اللي علمك تقول هيك؟ لكن يا عمي لكن كل شغلة حطوها بظهر صفوان. لك مو حرام هالزلمة يتقلع عن الحارة؟ مو حرام؟ خير مختار خير. شوفي بفشي بفشي. شو نصها كان؟ ما بعرف، ما بده يعني يبيع بهالحارة. ليش؟ ما بعرف. عجبكن هالحكي عمي؟ عجبكن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك عمي باختصار يعني الزلمة لساته زعلان على ابنه، الله يكون بعونه. وإيش كان متضايق من وجودك هون؟ روح شوف لك شي رزق بحارة تانية شي. حرام وحدك حريش. طول بالك طول بالك. هلا هو ليش زعل؟ لك يزعل ولا ان شاء الله عمره. ليش هو بيتضايق اذا انا ناديت خاين يا طرخون؟ لك انت شو بدك يا شغله؟ انت ما عم تقبض عمله؟ مبلا. خلصنا معناتها ما ترد على حدا. اسمعني انا شو عم بقول لك، بتساوي نادي خاين يا طرخون.
خاين يا طرخون خاين. اختار اختار. هلا فهد، اللي عاوز شي لازمك شي؟ لا لا سلامتك. وين رايح؟ رايح شقة لحرمة المرحوم وضاح وعايد عليها. ايه والله واجب ان شاء الله ميسرة. بس مختار اذا بدك شي قل لي. لا لا سلامتك. ايه والله عاوز شي مرني مختار. عن اذنك ابو فهد. اذنك معك ابو فهد. لا يأمر عليك ظالم. ابو فهد انت بتعرف الفرس تبعي قديش طيب ونسله طيب كمان. اي نعم. بدي اياك يعني اذا صار لي شيء دير بالك عليه وعلى فرس وضاح كمان. بختار ان شاء الله لا تجيب السيره هي بنوبة. ان شاء الله عدوينا. سلام عليكم. أمك أخذت البنات وراحت عند بيت عمك أبو عبده. وعمتك أم وضاح هنيك. هلا بيعلقوا مع بعض بيعملوا لنا مشكلة. اتركهم يا بي، اتركهم نسوان بقلب بعضهم يمحقوا. لك هلا بيعملوا لنا مشكلة. هو بيني وبينها عمتي صار عم تخانق دبان وشها. أمك كمان مانا قليلة. لا يا بي لا. عمتي من طول عمرها ما بتطيقنا. خص نص أمي، ما بتحسن شوف خلقتها. أنا هلا رايح أجيب أمك والبنات. معناتها أبو الضاح كان رايح على بيت أبو عبده. شو يا بي؟ شو قلت؟ لا لا يا بي ما في شي ما في شي. بس عم بيقول لي روح معك.